تاني؟ خد أول بوكس بقى عشان ده جاوبنا عليه. أنا من رأيي بلاش نلف تاني بس خد السؤالين الفاضلين وخلاص. يلا نعمل كده؟ لا خلينا بس قول لنا اسم لعيب كنت عارف انه زملكاوي ولعب معاكوا في الاهلي فتره طويله. معاك انت من جيلك انت. من جيلي انا عمر. انا بحاول افتكر مين اللعيب اللي كان زملكاوي ولعب معانا، يعني مثلا ما هو اينو جه من الزمالك ولعب معانا. معتز اينو، بس انا ما اعرفش هو زملكاوي ولا اهلاوي صراحه، عشان اكون صريح معاك، لانه لعب في الزمالك ولعب في الاهلي. هو طلع قال انا اهلاوي. ما انا بتكلم، انا ما اعرفش هو زملكاوي ولا اهلاوي، لكن لعب معانا وهو موجود في قطاع الناشئين في النادي الاهلي في الوقت الحالي، معتز اينو على ما اعتقد، يعني مش متذكر موجود ولا لا، لكن واحد موجود كان موجود في النادي الاهلي فتره طويله وخد بطولات مع النادي الاهلي. لا مش متذكر صراحه، مش متذكر مين لعيب كان زملكاوي ولعب في النادي الاهلي. بركات اسماعيلاوي. بركات كان بيلعب في النادي الاسماعيلي ويحب النادي يعني الاسماعيلي. الزملكاوي زي ما الزملكاوي بيقولوا. لا انا اللي شفته من بركات على مدار السنين اللي عشتها معاه ما يقولش انه زملكاوي خالص. واحد بيحب النادي الاهلي حب غير طبيعي، عشان اكون صريح معاك، يعني من جوه انتماءاته ايه ما اعرفش، لكن هو اهلاوي بمعنى الكلمه يعني.